لو كنت في مكان انت وزعلت ايش المفروض انك تسوي؟ اروح مثلا اروح اشوف تلفزيون، واذا ما ازهق من التلفزيون اروح على الكمبيوتر، اذا زهقت اروح العب، اروح الدش العب، اسبح، ارتاح بعدين اروح اي شيء، اكل اي شيء. لو زعلت مره ايش تسوي؟ لو زعلت مره ادق على صديقي اسولف معه، يعني اخر غضبي عن نفسي اقعد اسولف معه، لا خلاص اترك يعني حلو. في ناس يزعل في سبب، تكلم عن هذول منهم؟ يعني مثلا واحد ساهر وحنا نايمين بدري، هو نايم يعني اكيد قد يطول، هو نايم احنا نقوم نقعد نلعب ونقعد نصارخ كذا ويقوم هو يقول ليش تعقول، يقول له ما لنا دخل انت ليش تسهر، يقول خلاص روح المكان ثاني ونزل تحت نقعد نلعب نزهق نقعد. فيصل نعم. المفروض اللي في سنك متى ينام؟ عمري 10، انا في 10. 10 ايش بالليل؟ ايه اللي عمره سنه ايه ينام واحد الظهر واحده. طيب اللي عمره 8 سنوات؟ 8 سنوات ينام الساعه 8 يا الصبح يا الليل. طيب اللي عمره 50؟ 50 ما يدري ما ينام.